السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نثبت هذه ما أدري شو يسموها البحرة أو يسموها هذه الوسط تكون والله ما أدري شو يسميها هو الديكور تصير في نصف يعني مركز الصالة من فوق بالسقف. طبعا هي مفتوحة وهذا ما تنفت شيء حلو بدل ما أفتحها. أعتقد خلنا نشوف شنو يصير. تصير بهاي الطريقة مكان حلو لطيف حتى هي أنا اختارتها حلوة شكلها حلو يعني من زغرفة مناسبة أو مناسبة للديكور الخارجي. الشغلة جدا بسيطة نخلي لها سيليكون نجيبها شوي احنا صورتي نجيب السيليكون طبعا أهم بعدين هاي المكانات شوي نخليلها وايضا هذه حتى نثبتها بصورة صحيحة وهي ما عليها اي ثقل او ما عليها اي ضغط لان راح تصير بالسقف فما عليها اي شيء. اعتقد انه هذا السيليكون كلش كافي. شغلة جدا بسيطة غير مكلفة بنفس الوقت تعطي جمالية جدا رائعة للشقة. يعني سويت لك ديكور حلو لطيف بأسعار مناسبة بجهد جدا جدا قليل ما احتاجت لأي شيء. خلاص هذه هسه اثبتت بعد نهائيا بعد ما توقف. صارت يعني نيجي بس صارت عجوز هي دبيتها بشر هي